من الاخبار الجميله بقى في القصه دي عشان نخلص ان ابي احمد ده مرشح انه يحصل على شخصيه العام 2019 بس الحمد لله عندنا منافس ليه في مصري هينافس ابي احمد على شخصيه العام في 2019 ما تروحش بعيد يا سيساوي مش السيسي اللي هينافس ابي احمد محمد صلاح ابي احمد ومحمد صلاح من بين المتنافسين على لقب شخصيه سنه 19 ابي احمد مشى مع حلاوه خد نوبل للسلام وهو شخصيه العام وضمن قائمه طويله من رؤساء ودول وفنانين ورياضيين عالميين طرحتها مجله تايم الامريكيه القائمه شملت فلاديمير بوتين دونالد ترامب ايمانويل ماكرون آه، شي جين بينج بوريس جونسون ده مش استقال الراجل ومش كيم جونغ اون انجيلا ميركل جون بايدن مايك بومبيو تبو سيسي مفيش تبو منشار مفيش خالص كان من الملاحظ او الملاحظ خلو القائمه من اسماء قاده عرب عد كده بقول لك يا علي نرشح احنا بقى ناس من عندنا ابو منشار عبد الفتاح السيسي بتاع الامارات اللي عمال يصرف فلوس بن زايد شيطان العرب ها قول حد تاني يا علي حفتر مين كمان بشار في سنة من السنين يا علي و وعبد اسمه عبد الايه؟ عبد المهدي عادل عبد المهدي بتاع العراق اه ومشيل عون عادل عبد المهدي ومشيل عون في لبنان والجامع بتاع الجزائر ده المجلس العسكري اسمه ايه؟ قائد صالح في الجزائر وسعد الحريري بتاع هلا الخميس